بيكم في حلقة جديدة من برنامج ذا كلينيك. النهاردة معانا دكتورة سناء، هتتكلم معانا عن موضوع مهم جدا ويمكن يكون غريب لبعض الناس اللي بتسمعه. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا وسهلا. ممكن تعرفينا بنفسك؟ انا اسمي سناء عبد الشافي، استاذة التحاليل. اهلا وسهلا بحضرتك. طبية. النهاردة التوبيك حاجة تتكلمي معانا فيه، يعني توبيك انا بالنسبة لي يعني توبيك غريب بس هو مهم جدا، وانا مستغربة ان ما كانش فيه قبل كده اي تحليل عليه او يعني حد بيركز فيه. وهو التعارض في النتائج الطبية للتحاليل. مظبوط، تمام. حابة اعرف من حضرتك اكتر تفاصيل يعني في التوبيك ده اكتر من كده. هي دي اكتر حاجة بتضايق العيانين وبتضايق الدكاترة، انهم بيعترضوا على نتيجة طالعة من معمل. الحقيقة الحكاية دي لها عوامل كتيرة، بيرجع لها كل الناس، بيرجع لها المريض نفسه والطبيب والمعمل. لو ابتديتي بالمريض، ساعات ما بيبقاش عنده الاويرنس الصح، يعني الدكتور بيقول له روح اعمل التحاليل دي وما بيقولوش مثلا روح اعمل التحاليل دي وانت صايم او انت صايم كذا ساعة. ساعات بيروح العيان وما بقاش واخد باله، والمعمل اللي راح له ما بيسألوش على ايه الحاجات اللي المفروض الهيستوري ريفيو بتاعه، او بيعمله كويشنير اسئله يعرف عنده ايه. فطبعا بتتعمل كل القصه وبتطلع التحاليل وبتطلع نتائج مش كويسه مختلفه. دي اول مشكله، تعمل تعارض. تاني مشكله ان العيان نفسه بيبقى عنده دينايل ميكانيزم او بيخبي هو عنده ايه. يعني مثلا قلتي له الدكتور قال له روح اعمل تحليل بكره، بس انت السكر شكله مرتفع عندك فانت تروح صايم. بيروح صايم، يعني هو بقى بيبقى خايف ان النتيجة هتطلع عالية، فيبتدي من ساعة ما خرج من عند الدكتور اللي هو الظهر او العصر لغاية تاني يوم الصبح هو صايم مش راضي ياكل اي حاجة. ده طبعا يعني هو قلل نسبة السكر جدا، هو خايف تطلع نتيجة عالية. وفي نوع تاني من العيان لا، بياكل كويس قوي ويدبها علشان يروح يعرف بالظبط سكره شكله ايه. فدي حاجة انت ما بتتبعش التعليمات، فما تزعلش من النتيجة اللي طالعة يعني. ودي مثلا بعض العوامل، يعني العيانين بيبقوا عاملين كده. في بقى جزء مهم قوي اللي هو العيان مش قايل الريفيو بتاعه كامل للدكتور، للمعمل. للمعمل انت واخد ادوية تانية. يعني مثلا اكتر نتيجة بتضايق بعض الدكاترة بالنسبة لامراض القلب نتيجة سيولة الدم الاي ان ار، دي فيها عوارض كتيرة. في عيان بيبقى واخد مضادات حيوية أو أدوية مش قايل عليها. في عيان بيبقى نوع من الأكل واكله بيتعارض مع هذا التحليل، فهو مش قايل ومش والمعامل ده الجزء الثالث اللي هنتكلم فيه عنها. المعامل نفسها المفروض الستاندردز بتاعتها نمرة واحد انها تاخد فورم من للعيان بتخليه يكتب الهيستوري ريفيو بتاعه، حضرتك بتاخد ادوية ايه، حضرتك عندك ايه، لو تحاليل معينة بتتعارض مع نوع من الاكل معين بيتسئل عنها، ولازم يكتبها بامانة شديدة علشان نبقى عارفين النتيجة شكلها صح ولا غلط. تاني حاجة بتبقى حضرتك اللي هو نفس المعمل في معامل ما بتتبعش تعليمات الجودة والستاندردز اللي هي بتاعت الايزو او بتاعت الجي سي اي او كده، او الاكريديتيشن الاعتماد والجوده. دي لازم يعني في معامل كتيره قوي انتشرت في مصر اليومين دول، وممكن يكونوا بيشتغلوا بطرق يدويه، تحليل يدوي مش على اجهزه بالذات يعني، فبتلاقي التحاليل طبعا مش مظبوطه قوي. واخدينها كده يعني فتوانة او همبكة او whatsoever اللي بيسموه، فبتطلع النتيجة مش حلوة. انما المعامل الستاندرز المحترمة لازم بتمشي كل يوم الصبح كاليبريشن كنترول معايرة للاجهزة قبل ما بتبتدي عليها النتيجة، وبتبقى لمعايير برضو الجودة. لازم النتيجة العالية او واطية او مختلفة بتتعاد تاني وبتتعرض على رئيس الوحدة عشان يناقش فيها اللي اشتغل الاوبريتور اللي اشتغل، وبيشوفها وبيراجعها مع الهيستوري بتاعت او مع تاريخ المرض مع العيان وبيعرف الاخر. ساعات في مريض الدكتور ممكن يروح لمعمل تحليل معين يعمل تحليل يطلع نتيجه، ويروح لمعمل تاني يطلع نتيجه تانية خالص، ويبقى ساعتها هو مش عارف مين فيهم الصح. وساعات للاسف يبقى في مريض ممكن يكون عمل تحليل مثلا تكون تكلفتها عاليه، فكون ان هو فرصه ان هو يعني يكررها تاني او ان هو يقدر يعملها تاني دي بتكون فرصه مش يعني مش ما عندوش القدره ان هو يعمل ده، ما عندوش القدره ليها طبعا. فحضرتك تنصحي دكاتره التحاليل بايه؟ ان هم ياكدوا عليها المرضى، حاجات ياكدوا عليها مع المرضى
يتأكد ان هي موجودة قبل ما يعمل التحليل، بالذات لما يكون تحليل تكلفته عالية، يعني حرص ان هو ما يعملش اي عبء مادي على المريض. بالظبط، هو زي ما قلت لحضرتك لازم يعني المعامل يعني تنتقى وتبقى عليها اوديتنج ويبقى عليها مراجعه من الهيئات العليا بتاعت الاعتماد والجوده ومن وزاره الصحه، تراجع ماذا يحدث داخل هذه المعامل. على والتحاليل لازم يتاخد زي ما قلت لحضرتك القوانين الاساسيه، اللي هو الاول العيان يقول كل الهيستوري اللي عنده، انواع الادويه اللي واخدها والكلام ده. وبعدين وفي ساعات عيان بيكتشف اثناء التحليل ان هو عنده سكر وهو ما يعرفش، او بيكتشف ان عنده مريض كبد او كده وفيروسات عاليه وهو ما يعرفش، فدي برضو بتاثر، ممكن تاثر. لكن تدرب معمل مع معمل، كل معمل مسؤول عن نتيجته. وانا بقترح ان يبقى في هيئه عليا تبع وزاره الصحه، اي حد يراجع الوزاره ويقول لها طلع عندي التحليل من المعمل ده كده ومن المعمل ده كذا، وهم يراجعوا كاثوريتي عاليه كهيئه عليا، وهم اللي يتابعوا، يعني يبقى في توقيع جزاء على المعمل المختلف نتيجته او اللي بيتسبب في عمل مشاكل، او يبقى ملتزم انه يرد الفلوس للمريض وكده، يعني علشان كله يبقى صح. يعني حضرتك طبعا مشرفونا في المؤتمر السنه دي، فكنت عايز اعرف راي حضرتك في كارديو اليكس، وكان هو بيقدم دايما موضوعات ليها علاقه بالكارديولوجي، وعلاقتها ممكن ازاي نربطها بالتحاليل او دكاتره التحاليل، ان هي ممكن تنتفع من مؤتمر زي ده. هو كارديو اليكس واحد من اجمل واكبر واقوى المؤتمرات اللي بتتعمل في مصر، واعتقد بقى لها مشاركه عالميه من سنين، ودي حاجه احنا كلنا بنفخر بيها وبنحرص على ان احنا نحضر فيها. تنظيم المؤتمر بيبقى هايل واكتر من هايل، المواضيع دايما بتبقى ابديتد. الحقيقه من زمان خالص وهم يعني في علاقه الامراض القلب بالتحاليل اللي بتكشف ده، او بالبيولوجيا الجزيئيه، الجزء اللي هو ماذا يحدث داخل الخلايا بتاعه الجسم اللي تؤدي الى حدوث امراض القلب ده او مرض القلب، وبالتالي ايه العلاج لما بيتاخد الدواء بيأثر ازاي على الخلايا دي ويخليها تستجيب للعلاج. ده هو ده الجديد اللي دايما بنتكلم فيه، وده العلم اللي هو البيولوجيا الجزيئيه، الموليكيولر بيولوجي، اللي احنا كلنا فخورين بان احنا بنشتغل فيه ومبسوطين بيه، وهو ده الابديتد في العالم كله. ودايما كارديو اليكس سباق في انه يعمل لنا جلسات خاصه بالموضوع ده. احنا اتشرفنا جدا بوجود حضرتك معانا النهارده، ونتمنى ليكي يعني زياره ممتعه في المؤتمر. ميرسي خالص، شكرا جدا لكل معلوماتك كمان القيمه اللي قلتيها معانا. ميرسي، كل سنه وانتم طيبين وحضرتك طيبه. ميرسي جدا لحضرتك. مرسي.